تحفة خطيرة. المطعم ده أحلى مطعم بيعمل بكده في مصر كلها. مالك؟ بص لي كده ليه؟ أبداً، أصلي بقالي كتير ما شفتكش بتاكل بالطريقة دي. طريقة؟ هو إيه لازمته الجو ده دلوقتي؟ جو إيه يا مازن؟ أنا ما قلتش حاجة على فكرة. أما أنت لسه هتقولي لي بقى إيه طريقة أكلك، لبسك، الإتيكيت، الكلمتين دول يعني. مش لازم كل شوية تفكريني إن أنا جاي من بلاعة يعني، وأنت نظفتيني، أنا فاكر كويس. لا خالص مش كده. الفكرة بس إن أنت اليومين دول نفسك مفتوحة قوي على الأكل وعلى حاجات كتيرة قوي، وخصوصا يعني إن أنت كان بقالك فترة بتاكل بالعافية وبتسهر بالعافية وبتبتسم بالقطارة. اوكي. وفجأة كده امبارح سهر ورقص وضحك وهزار، ده غير انك اتصلت بيا مخصوص النهاردة علشان نفسك تاكل بيكاتا. عشان حلوة تجنن يعني. وانت ليه مش بتاكلي؟ وانت يا مازن ما حصلش حاجة خالص عكنينتك؟ يعني البنت الغبية دي اللي قلبت الترابيزة في وشك عشان حوار الحادثة والشيك اللي اتقطع في وشي، كل ده ما فورش دمك ولا عكنينك خالص؟ لا بالعكس، البنت الغبية دي أحلى كلمة سمعتها تقريبا من 10 سنين، أحلى ترابيزة اتقلبت في وشي. نعم؟ لا دماغك ما تروحش بعيد، أنا أقصد إن البنت عندها موهبة صحفية ما بتتكررش يعني، صعب بتيجي تاني يعني. وبيتهيألي يعني انها تبقى وش السعد علينا كلنا. وش السعد؟ هو انت بتفكر يا مازن كده انك تشغلها معاك مثلا؟ حبيبتي انا لو ما عملتش كده هلاقي 100 واحد يخطفها مني عشان يعلم على مازن فؤاد بالبنت اللي علمت عليه، وانا صعب اسمح بده. لا 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 مستحيل، اوعى تفكر في كده، انا مش موافقه. ليه يا حبيبتي؟ هي البنت دي عملت لك حاجه؟ لا البنت ما عملت ليش حاجه، لكن انت اللي مضايقني ومنرفزني ومفور دمي كمان. يا سلام، احلى كلمه، احلى وش سعد، احلى قلب الترابيزه، وكمان عايز تشغلها معاك. بقولك ايه، ما تاخدها من قصرها كده وتروح تخطبها من ابوها. ايه ده؟ لا معلش هو بيحب يهزر يعني، معلش. مساء الخير يا باشمهندس عبد الله. اهلا، مساء الفل. اهلا، مساء الفل يا فندم. لا معلش احنا مستعجلين. لا لا مستعجلين يعني ايه؟ يا سيدي مستعجلين. لا بس مش حاجه يا فندم، الامر ده كلام دي اصول. مساء الخير يا باشمهندس عبد الله. سواء اي حاجه سريعه حتى. طيب معلش يا باشمهندس عبد الله، هم مستعجلين جدا يعني، هم يا دوبك بس يشوفوا الشقه ويمشوا على طول. دي المدام ولا دي المدام؟ على طول. طيب طب اتفرجوا على دي الاول مثلا، ايه رايكم؟ اصل دي بالظبط زي الشقه الثانيه، بس دي فوق ودي تحت، عادي. البنت اصلا لسه شغاله. لا 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 مش شغاله ولا اي حاجه، الشقه زي الفل. اتفضلوا حضرتك. انت بتنظف ده؟ اتفضل يا بيه، اتفضل. نعم، عايز ايه؟ عايز ايه؟ ايه ده؟ دي بنته ولا مراته؟ لا بنته ولا مراته، احنا مالنا يا عبد الله؟ ازاي؟ شفت القسيمه؟ هشوف قسيمه ايه؟ بقول لك لا اعرف دي لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، انا مش مستعد خالص ان انا اشغل هنا القاهره 30 ولا. لا 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 اه انا بقول لك. يلا عبد الله بس، يلا 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 خلاص يلا. طيب ماشي، طلع على جاي وراك. طب ما تسيبني. طيب يلا روح بقى، اليوم ده السويت ده.